متخافش يا فندم. انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا كنا مأمنين سيادتك ومتوقعين انك هتعمل كده. يلا بينا. من هنا يا فندم. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا مختار. على فين يا فندم؟ على الفندق. مستر توماس، انا هروح لشوكت في ميعاد الساعه 9. عملت برنامج التدريب بتاعه؟ ايوه. تاور كومباني، كان اي هيلب يو؟ ايه شوكت هرب؟ هرب ازاي ومنين؟ مش موجود في اوضته؟ طب والكلب؟ كلب فين؟ كلب نايم. نايم الكلب وهرب. عميل ايه ده؟ انت رحت جندتي لي حاوي من مصر؟ نايم. نعم؟ واحد بيقول ان اسمه شوكت في ميعاد بيني وبينه؟ ايوه انا عارف. صاحب شركة شوكت سي. خلي اي حد يوصله لي. ايه رأيك؟ اقول له ايه دلوقتي؟
استنى عندك. اتفضلي. ما نشوف الكارثة دي هتنتهي على ايه. مستر شوكت فهم. اهلا وسهلا. اهلا بيك مستر توماس. هاي اوليفيا. تفضل. عملت كده ليه يا مستر شوكت؟ عملت ايه؟ انا جاي في الميعاد بالظبط الساعه 8:30. ميعاد ايه؟ مش انتوا باعتين لي التليكس محددين لي فيه ميعاد مقابله النهارده هنا في الشركه الساعه 8:30 صباحا؟ مظبوط مظبوط. انا كمان كنت في انتظارك. خلاص خلاص ليفيا. دي اوراق الشركه بتاعتي وبكده نقدر نوقع العقد النهائي. حضرتك جاي منين يا مستر شوكت؟ من الاوتيل اللي متعود انزل فيه. مش مصدقيني؟ اتاكدوا بالتليفون. بقول لكم ايه، اذا كان قبول التعاون معاكم هيهزقني، فانا لا وضعي ولا مركزي النهارده ولا وضعي ولا مركزي قبل كده يسمحوا لي ان اقبل المعامله اللي انتوا عملتولي بيها دي. انا ما اقبلش اتحبس في مكان يا مدام ما اقدرش اخرج منه. انا قبلت اتعاون معاكم بس بكرامتي، وانا اذا ما حافظتش على كرامتي المفروض انكم تخافوا مني. طيب اهدى اهدى. امال اكيد حصل حاجه غلط. انا سكنت في فيلا التدريب، مكان محترم، بنات حلوين بيخدموه. ما يهمنيش وما يلزمنيش. انا ما اقدرش اعيش في مكان مليان كاميرات وميكروفونات مسلطة عليا في كل حته. انا احب الحريه، اخرج وقت ما انا عايز، اكل وقت ما انا عايز، وفي المكان اللي يعجبني. مدام اوليفيا، شوف المواعيد اللي انت عايزاها مني وقولي لي عليها وتاكدي ان انا هلتزم بيها. خلاص خلاص مستر شوكت، قول لي انت نمت فين؟ في الاوتيل اللي انا متعود انزل فيه. انا كنت نايم جنبك. ايه؟ قصدي في الجناح اللي جنبك بس من الناحيه الثانيه. انت مش لسه ساكنه هناك؟ اوليفيا، خليهم يحولوا الحساب بتاع الاوضه على حسابنا. جرى يا عم توماس، انت عايز توديني في داهيه؟ لا، انا اللي حاجز في اللوكاندا. انا قبل ما اسافر اديني الفلوس وانا حاسب اللوكاندا. نفرض انكم مكشوفين، تكشفوني معاكم؟ وبعدين خلي بالكم، المخابرات المصريه مفتحه قوي وليها عينين في كل حته. انا ضابط سابق وعارف، فيا تتعاملوا معايا بحرص وامان يا من دلوقتي كل واحد مننا في ناحيه. على فكره انا اتعلمت الحداقه في مصر زيك كده. والله؟ ايوه. بس قول لي بقى، انت ازاي خرجت من الفيلا وازاي الكلب ايريك سابك؟ ايريك ده قوه من غير مخ، والمخ هو اللي بيكسب دايما يا مستر توماس. هايل، انا مبهور بيك يا شوكت. مدام اوليفيا، انا نعم تحت امرك. في برنامج لتدريب حضرتك وده لازم يحصل في السيف هاوس. وماله، انا معاكي هناك لغايه ما تتعبي من تدريبي، بس ساعه ما نخلص مالكيش دعوه بيه. خلاص اتفضلوا انتم، ولما وقت يسمح هباجي لكم. شوكت، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ شيء طبيعي. ايوه بس مش معايا. انت ليه اعتبرتها اهانه؟ انا قلت لكم اهم حاجه عندي حريتي. جبت المعلومات اللي طلبتها منك؟ ايوه. فين هي؟ في دماغي. برافو يا شوكت، انت تلميذ شاطر. الله يخليك. في الجنينة أحسن، النهاردة الجو جميل قوي. ثواني بس يا شوكت، أنا هجيلك حالا.
لا أبدا. دلوقتي أنا عايزك تجاوبني على بعض الأسئلة عن عملك السابق، ممكن؟ أوي ممكن. إيه أهم الأسلحة اللي كانوا الروس بيبعتوها لكم وأنت شغال في هيئة المينا؟ وهل بعتوا طيارات جديدة أو صواريخ؟ الأسلحة اللي جت أثناء عملي في هيئة المينا من روسيا كانت أسلحة عادية تقليدية. بالنسبة للطائرات لم تصل أي طائرات حديثة إلى مصر. إيه ده؟ ده الميكروفون السري اللي انتوا حاطينه لي عشان تسجلوا لي، ده غير الميكروفونين التانيين اللي انتوا حاطينهم لي فوق السرير في اوضه النوم. بلاش الحركات دي معايا، انا اصلا ظابط، خلي التعاون بينا على المكشوف، بلاش حركات السيطره دي. انا وافقت اتعامل معاكم، والا هرجع في كلامي واعملوا اللي انتوا عايزينه. انت عايزه نتعامل معاك ازاي؟ بشكل طبيعي. اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم، انا مش خايف. ده عميل فائد بقى. أنا عمري ما شغلت عميل بالشكل ده. استنى ما نشوف الملاحظات اللي كتبها في التقرير بتاعه. بخصوص أهم ملاحظاتي وأنا في هيئة المينا، أن الروس مستمرين في إرسال أسلحة ومدافع وذخيرة. أما بخصوص الطائرات الحديثة والصواريخ الدفاعية فلم تصل أي منها. وأن الرأي العام في مصر يجمع أن لا حرب، والكل مستاء من ذلك، خاصة وأن شباب كثيرين انقضى عليهم مدة طويلة وهم في الجبهة، زي دفعة المجندين بتاعة 66 و67، ودول بيشعروا دلوقتي بأن مستقبلهم ضاع بسبب حالة اللا سلم ولا حرب. أما عن تفاصيل الأسلحة اللي وأنا في الخدمة فبينها كالتالي: المعلومات كلها صحيحة 100%. إذا كانت دي البداية يبقى أكيد هيبقى عميل مهم جدا. برافو حبيبي. عظيم. بس ده بقى كله لازم يترجم للعميل. هاتك يا حيين بلغوا إن إحنا مبسوطين منه قوي. ما ينفعش يا مشي حبيبي. الترجمة لازم تبقى بالفلوس. دولارات. أيوة بس المعلومات دي قديمة وعندنا. طب هو ماله؟ احنا سألناه وهو جاوب على اللي احنا عاوزينه. اوكي اوكي حييم، هندفع بس ناخد عليه ايصال. طبعا يا ليزا. كم دول؟ $1,000. ما ينفعش، انا عايز $3,000 زي اتفاقنا. مش انت قلتيلي ان انا جايب معلومات توب سيكريت؟ طبعا انا قلت. حبيبي المعلومات دي قديمة وعندنا منها. ايوه انت سألتني وانا جاوبت، سألتني عن حاجة جديدة ومعرفتش وبعدين قلت لك هات. اسمع يا عم تومس، تفتكر كده انا قبلت اشتغل معاكوا ليه؟ ها؟ اوعى تكون فاكر ان شوية الصور والفيلم المزور اللي معاها هو اللي خلاني اقبل اتعاون معاكوا. لا حبيبي، انا قبلت عشان الفلوس. الدنيا دلوقتي بقت فلوس وبس، وبصراحة انا عايز فلوس كتير عشان اشغل الشركة الجديدة بتاعتي. والاهم من ده كله ان الفلوس دي تمن رقبتي، يعني باختصار ممنوع الفصال. على العموم احنا مش هنزعلك، خد دول كمان، بس ارجوك تمضيلي على الايصال ده. ايصال؟ لازم ايصال طبعا، دي حسابات يا حبيب قلبي. تحب امضي بالعربي ولا بالانجليزي؟ اي لغه تعجبك. ماشي.
دلوقتي بقى أسيبكم علشان تكملوا تدريباتكم. سلام. خفي على الراجل ده شوية، انت بالشكل ده بتحرجيه. لازم يتدرب كويس عشان ما يكشفش نفسه ونخسره. مش للدرجة دي يا أوليفيا، المسألة برضو محتاجة شوية حنان من بتوع زمان. لا مش مع الراجل ده. أنا عملت اللي انت قلتلي عليه، راح سايبني ونام. فعلا. شوفي بقى يا مهما حاول الراجل انه يعمل تقيل ويبعد في النهاية برضه بيرجع. يعني مثلا لو خيرنا شوكة مين اللي يشغله، هيختارني انا ولا هيختارك انت؟ لا هيختارك انت. كده؟ ايوه. عظيم. سيبيني بقى انا هعرف اشغله. اوكي هجيب لك الدوسيه. استني هنا. مالك ايه؟ انت ما صدقتش ولا ايه؟ ده شغلك اوليفيا. على العموم انا حابب اجي لكم علشان احاول ارفع من روحه المعنوية شوية. اه يا ريت، عشان فعلا هو محتاج لده. اوكي. لا تقدر تتكلم، هنا مفيش تسجيل. كويس، خدت لك رقم مديني جهاز تسجيل قلت اطمن الاول. المفروض بقى نتكلم في شغلنا احنا. انا استحملت اسبوع بهدله وتدريب عشان اطمن حليم، لان كنت عارف ومتاكد انهم حاطين انا وانت تحت الملاحظه. فعلا ده حصل. حليم عمل لي تيست، لكن دلوقتي مطمئن لك تماما. بالعكس ده بيوصيني عليك. عظيم. شويه كده وهقول ان انا عايز اسافر، عشان كده لازم ارجع مصر ومعايا حاجه. ومطلوب مني ايه؟ امتى اجتماع مجموعه مخابرات الدول المتعاونه مع الموساد؟ انا كنت عايز انتهز اي فرصه عشان اقول لك انه بكره في اجتماع. بكره؟ ايوه. المجموعة دي اجتمعت كم مرة قبل كده؟ لا كده مش هقدر، كتير قوي. لكن هما بيجتمعوا مرة كل شهر، وأحيانا مرة في الأسبوع، بس ده ما بيحصلش كتير. اه تقدري تجيبي لي عدد الاجتماعات دي وتواريخها؟ اه أقدر، كل ده موجود عندي في الكمبيوتر. عندك كل محاضر الجلسات؟ ايوه. الكمبيوتر ده اختراع عبقري، ساحر وجميل ومريح. تصوري انك ممكن تعملي كوبي من جميع محاضر الجلسات في لحظه على ديسك صغير قد كده. انت عايز ايه بالظبط؟ اللي فهمتيه من كلامي دمك خفيف. أشكرك. بكرة لازم أخد منك اللي قلت لك عليه. وانت
احضر قاعة الاجتماعات للمؤتمر. تحت امرك يا فندم. وانت تعالى معايا عشان نفتح القاعة. اوليفيا انت ليه تبعد عني؟ احنا ما تعودناش نتكلم في الحاجات دي في الشغل. تفضل. الكمبيوتر ده اختراع عبقري، ساحر وجميل ومريح. تصوري انك ممكن تعملي كوبي من جميع محاضر الجلسات في لحظه على ديسك صغير قد كده. ادخل. انا اسف على اللي حصل مني امبارح. خطأ مش مقصود، وانا اعترفت لمستر توماس وقلت له ان الخطأ خطأي. انا اسف مرة تانية. بعد اذنك.
بتعملي ايه؟ بعمل كوبي لمحضر الجلسة اللي فاتت. حقيقة انت بتتعبي نفسك كتير. على العموم انا هكون في مكتبي، انت هتخلصي امتى؟ ليه؟ عايز تعزمني على العشاء؟ طبعا انا هعزمك على العشاء، بس المرة دي بقى على حسابك برضو. بس انا في واحد عازمني على العشاء على حسابه. يطلع مين الواحد ده؟ شوكت. شوكت ياخد فلوس الاداره ويصرفها على حضرتك. طب ما تقولي له يعني يعزمني معاكم. ايه رايك اقبل عزومته؟ طبعا ضروري تقبل العزومه، على الاقل ترفعي من روح معنويه، وبعدين ده شغل يا حياتي، بزنس. باي. أنا في مكتبي. الديسك اهو. ايوه. يتفرغ ويترجم، واول نسخه تجيلنا على طول. النسخه الثانيه تتلخص. حضرت الناس اللي هتلخص؟ 7 من اكفأ الناس موجودين وجاهزين للتلخيص. التقرير المجمع لازم يكون جاهز الصبح للعرض على السيد رئيس الجهاز.